السلام عليكم أعزائي المشاهدين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم أريد أوضح طريقة إرجاع الغاز للحارة. يعني أنا عندي حارة وأريد أنقلها، أريد أفتحها، أريد أنظفها وأرجع أشدها مثلا. شلون أفتح الغاز؟ أرجع الغاز وأفتح البوريات. أول شيء أشغل السبلت إذا كان طافي، أخلي الغاز شوية يداول فت 5 دقائق، بعدين هو يشتغل يكون أكو واحد وياي، من أقل أطفي الكهرباء رأسا يطفيها، أغلق الكاك هذا اللي هو الدفع الرفيع، أغلقه من أنا هاي أفتح هذا الألنكي، أجيب الألنكي 5، أنا كل الألنكي 5 من هذا أغلقه، هو يشتغل مد أحسب له 40 ثانية إلى 50 ثانية على مود بعد ورا نشاط الكمبريسر. بعدين الكمبريسر راح يخمد شوية صوتا بعد 40 ثانية، أنا راح أقول له أول مرة أغلق الكاك، بعدين أقول له طفي الكهرباء وأفتح البوريات، وما ألقى ولا قطرة غاز باقية بالباردة ولا بالبوريات، كلها ترجع تنكبس بالحارة براديتر الحارة وبالكمبريسر. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد، ولايك ومتابعة، شكرا لكم.